12/12/2012 زي ما قلت في المقدمة هو تاريخ متميز، ونتمنى أنه يبقى تاريخ متميز كمان في سنة 2012 على الشعب المصري والقوى السياسية في مصر. زي ما حضراتكم عارفين أن الاستفتاء النهاردة بدأ في عدد كبير جدا من سفارات والقنصليات المصرية في الاستفتاء الخاص بالدستور بنعم أو بلا. ده موجود في جمهورية مصر العربية. النهاردة في حدث مهم جدا هيحصل، ونتمنى أن هو فعلا يتجمع فيه كل القوى السياسية المختلفة إذا كانت بتقول نعم أو لا للدستور، وعدد كبير جدا من الإعلاميين هيكون متواجد، عدد كبير جدا من الفنانين، عدد كبير جدا من الفلاحين والصناع وصناع القرار بشكل عام، أحزاب وسياسيين مفروض أنهم هيتجمعوا النهاردة في التجمع الخامس. نتمنى كل التوفيق للمجموعة اللي هتجتمع النهاردة بغض النظر مين اللي دعاها، لأنه في الأول كان وزير الدفاع وبعدين الرئاسة قالت إن هو كانت دعوة خاصة بالرئاسة. أيا كان مين يا جماعة اللي دعا لهذا الاجتماع، نتمنى التوفيق للجميع، لأن ما ينفعش الشعب المصري 90 مليون أو اللي هيروحوا عشان يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء ما ينفعش يبقى واقف طابور، واحد بيقول آه واحد بيقول لأ، واحد بيقول آه واحد بيقول لأ، واحد بيقول آه واحد بيقول لأ، وكلهم واقفين في الطابور، وأكيد هيتخانقوا. مش ما ينفعش مش هيتخانقوا. فنتمنى كل التوفيق للجميع. معايا في ظل الأحداث طبعا اللي حضراتكم شفتوها مبارع والمليونيات المتواجدة في عدة أماكن والاعتصامات المتواجدة في عدة أماكن في جمهورية مصر العربية، ربنا يستر على بلدنا، معايا ضيفي الأستاذ علاء البحار مدير تحرير جريدة الحرية والعدالة. صباح الخير يا فندم. يا صباح النور. والكاتب الصحفي جمال زيدان مدير تحرير الأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليكم. تحبوا حضراتكم نبتدي منين؟ تحب نبتدي من أنا عايز أبتدي من النقطة اللي أنت اتكلمت فيها من شوية في المقدمة، واللي بتقول فيها إنه ما ينفعش المصريين يبقوا واقفين في طوابير الاستفتاء. عظيم. واحد بيقول نعم واحد بيقول لا. أسس الديمقراطية. لا بس أكمل الجملة. رأيك إيه نبتدي بيها يا أستاذ علاء؟ أنا من رأيي أنا ديمقراطي هنا يا باشا. أنا من رأيي لا أنت مش ديمقراطي. أنا ديمقراطي. إيه رأيك؟ أنا من رأيي نبدأ بإنه عنوان الشعب هو الحل. تمام تمام، خلينا نبتدي بعد إذنكم، وأنا مش هبتدي ولا بدأ ولا بدأ، أنا هبتدي بالأحداث الجارية اللي هو وزير الدفاع والرئاسة دعوا لاجتماع للم الشمل تحت سقف واحد، بيقول لكل القوى السياسية لكل فئات المجتمع اللي بتحب بلدها إن إحنا يا جماعة نجتمع في تحت سقف واحد بغض النظر عن اختلافاتنا. هبتدي بعد اذنك استاذ جمال، رايك ايه في هذه الدعوه؟ والله انا شايف انها مبادره طيبه جدا من القوات المسلحه انها تدعو كل الفرقاء السياسيين ان هم يقعدوا في هذه القعده بهدف انه يحصل نوع من التواصل، والكلام اتقال ان هو تواصل اجتماعي، لكن انا بعتقد انه مضمونه انه يحصل تقريب، يعني بمعنى انه الفرقاء السياسيين سواء تيار الإسلام السياسي اللي بيمثله حزب الحرية والعدالة، الإخوان والسلفيين بفرقهم المختلفة، والتيارات المدنية والليبرالية بشكل عام اللي هم عمالين بيتخاطبوا من خلال فضائيات ومن خلال وسائل الإعلام ومن خلال الصحف ومن خلال فيسبوك ومن خلال تويتر وخلافه، إنه يبقى يا جماعة خلوا فيه هدنة، تعالوا نقعد مع بعض، احنا كلنا مصريين وعلينا ان احنا نلعب سياسة وديمقراطية وفقا للأسس المتفق عليها، لا استخدام للعنف وانما استخدام كل الطرق السلمية. تمام. وخلينا نتحاور مع بعض، احنا ما احناش اعداء. تمام. احنا كلنا مصريين. استاذ علاء البحار مدير تحرير جريدة الحرية والعدالة، هستأذنك تعليق حضرتك ايه للدعوة المفروض انها تقام في التجمع الخامس النهاردة الساعة 4:30؟ في الحقيقة دي بتأتي في إطار ترتيب الأجواء، يعني احنا يعني انا متفائل جدا الفترة الجاية، لانه انا شايف ان الرئاسة استوعبت الموقف جيدا، يبدو انه استشاروا من هم حق الاستشارة، كان قبل كده انا اظن ان هو كان في بعض الأخطاء يجب ان نعترف ان هي كانت وقعت فيها، وربما هي اللي وصلت الامور للعقدة، يعني حتى احنا في الأدب بنقول ان القصة بتبدأ دايما ببداية وبعدين بتوصل للعقدة وبعدين نوصل للحل. أنا من وجهة نظري إحنا في طريقنا للحل. يعني أنا ربما لدي بعض المعلومات خلفية للكواليس اللقاء
اللي خرج من خلاله الدعوة، دعوة القوى السياسية للحوار، أنه ربما هذا الاقتراح اقتراح رائع جدا خرج من وزير الدفاع نفسه. نعم. كان في لقاء بينهم، لقاء ثلاثي في الرئاسة أمس، وتم اقتراح، وكان في كلام حوالي استعدادات الاستفتاء وما لآخره، فاقترح وزير الدفاع أن تقوم القوات المسلحة بدور وطني في هذه المرحلة. نعم. دور لا تدخل القوات المسلحة في السياسة مرة أخرى، ولكن في نفس الوقت تجمع كل الفرقاء وكل شركاء الوطن. يعني نبعد عن الفرقة يعني. فوافق الرئيس وتمت الدعوة. ربما الدعوة خرجت إعلاميا بشكل مش حصل فيها ارتباك، لكن بعد كده تم توضيح الأمر أن هذا هو لقاء إنساني لترتيب الأجواء، لقاء اجتماعي لن يخلو من السياسة على أي حال من الأحوال. من وجهة نظري المطلوب الآن هو سحب حالة الاحتقان من الشارع إلى المسار السياسي. نعم. المسار السياسي في اتجاهين. نعم. المسار السياسي في مثل هذا اللقاء ولقاءات أخرى، واستجابة الرئيس لطلبات المعارضة بشكل واضح وبدون التفاف، ووضع آليات محددة لفك هذا الاحتقان كما حدث في إلغاء الإعلان الدستوري الذي أثار جدلا واسعا. المسار السياسي الثاني هو الاستفتاء. الشعب يجب أن يخرج ويقول رأيه في هذه المرة. طيب. يجب ألا نترك الأمر للنخبة أو للقوى السياسية في هذه المرحلة فقط. نعم. يجب أن يتدخل الشارع لصناعة القرار في هذه الفترة. تمام. أستاذ جمال، أنا كنت قاعد مع ضيوف ليا برضو وقبل كده من يومين ثلاثة تقريبا، وسألت سؤال أنا حابب أن أنا أسأله لحضراتكم أنتوا الاثنين. هل العشر مواد أو الخمستاشر مادة أو العشرين مادة أو التلاتين مادة المختلفين عليها في الدستور المصري من 247 أو 237 مادة، 36 بعض الأقوال أنها 237، المهم 236 أو 237، يعني المهم أن هو 236 أو 237 إحنا كلنا متفقين على كل المواد ما عدا 15 مادة. هل يستاهل هذا الخلاف أن إحنا نفرق الشعب المصري ويضربوا بعض ويموتوا بعض؟ لا، أنت لو بتواجه السؤال اللي عايز أقولك أنه السؤال عاطفي. أنت واخد بالك، هي القضية مش قضية إحنا يعني عاطفة، إحنا في قلب السياسة ما فيش عاطفة. حلو. أنت واخد بالك، مش مسألة أنه يفرق الأخوة والأبناء ومش عارف أبناء الوطن وخلافه، لكن إحنا بنتكلم عن مستقبل وطن. حلو. بيضم 90 مليون. كويس. مصري. كويس. وكل سنة المصريين بيزيدوا 1,850,000 نسمة. فعلشان تعمل دستور لازم هذا الدستور يعني يعكس مصالح واتجاهات ورغبات الشعب المصري. حلو. لأن هذا مش مجرد مشروع قانون هيحدث عليه تعديل وخلاف، ولا احنا بنتكلم عن دستور يضمن الاستقرار لمصر الدولة الديمقراطية الحديثة لمائة سنة قادمة. تمام. فلابد ان ما يبقاش عليه لا 10 مواد خلافية ولا 15 مادة خلافية، ولابد ان يأخذوا في الاعتبار مصالح الجميع، عمال وفلاحين واقباط مسيحيين ومسلمين واخوان وسلفيين. تمام. وليبراليين والجميع مش مختلفين. بس انا هستأذنك لو السادة المشاهدين نهارك سعيد في البيت دلوقتي أو في أي مكان ممكن يكونوا مع كل الاحترام مش هيعرفوا يقروا الدستور. كويس. ما بيعرفوش يقروا. قرايبنا، أحفادنا، يعني أيا كان أجدادنا مش هيقروا الدستور. أوكي. وحيروحوا يقفوا في الطابور إن شاء الله يوم السبت. أنا عايز أسأل حضراتكم أنتوا الاثنين، الخمستاشر مادة دول إيه الأساس؟ ها أستاذ علاء، إيه الأساس في هذا الخلاف؟ أنا بس عايز أوضح نقطة مهمة جدا. إنه بعض إحنا أحيانا برضو بنخلط بين التوافق والإجماع. نعم. التوافق مطلوب طبعا. تمام. إنما لا يمكن أن يكون هناك إجماع. معاك حق. إجماع ده لا يوجد في أي حد، حتى على القرآن ما فيش إجماع. طب عشان يعني كده بس على السؤال. فهي الفكرة كلها أنا وزاك إحنا عايزين برضو، لأن إحنا ماشيين في سكة فك الاحتقان. أنا مش عايز إن شاء الله فكرة إنه المعركة السياسية أكثر منها معركة قانونية أو دستورية. تمام. هي معركة سياسية. نعم. بين طرفين. أيوه. ظهرت من بعد الثورة
مباشرة من أول استفتاء مارس. تمام. حتى الآن ماشيين تقريبا في نفس الفترات بتهدى. أيوه. حالة الاستقطاب بتقل وفترات أيه. بتزيد حالة الاستقطاب. عندما نصل أنا آسف بدون قطع كلامك. أنا عايز أوضح بالنسبة للمشاهد. بالنسبة للدستور. أنت بتمثل حضرتك معايا هنا في الاستوديو. نعم. نعم. والأستاذ جمال بيمثل تقريبا. على فكرة لا أمثل نعم. تقريبا. يعني عشان بس. أمال حتى الآن أنا حتى الآن لسه بعرف الدستور. نعم. حتى الآن في فعلا المواد الخلفية. أنا وجهة نظري أنا لسه برضو بحددها. تمام. زي حريات الصحافة لأن أنا في النهاية صحفي وأتحيز للصحافة. وزي المواد الخفيه الخاصه بالصلاحيات الرئيس وما الى اخره وما زلت حتى الان استفسر عن بعض النقاط انا كمتخصص كصحفي اريد ان اقول رايي بشكل واضح جدا يعني انا عشان بس كمان ما اقصرش على المشاهد بالعكس انا المره دي انا مستاء جدا انه الناس بدات تحشد لنعم وتحشد لله هي ده يقول رايه في الدستور يقدر يقول رايه في الدستور انما الشعب اصول هو اللي يختار الدستور بالذات لكن انا هرجع لكلام حضرتك في النقطه الخاصه بالمواد الخلافيه المواد الخلافيه دي ظهرت من بدايه من 6 شهور مش من دلوقتي كويس من 6 شهور وكان حطوا زي علامات صفراء كده على بعض المواد أي. ومنها مثلا الشريعه الاسلاميه اللي هو تم حلها أي. وغير على فكره يعني هو المواد الخفيه كانت تقريبا اكتر من 60 ماده حلو فضلوا يعني يقلوا التوافق لغايه ما بقى 15 او 20 15 ماده وعلى فكره 15 ماده ربما خلافات على الصياغات احيانا تمام وربما خلافات على يعني زاويه صغيره كويس زي مثلا حريه الراي انا لما قريت الـ 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 الدستور المادة رائع جدا لكن في حاجتين عليهم لغط على سبيل المثال منهم حته اغلاق الصحف بقرار قضائي والنقطه الثانيه انه لم ينص صراحه على حبس على منع حبس الصحفيين اللي هو مطلبنا كلنا كمطلب الجماعه الصحفيه كلها فكان ردود لما سالت على الحته دي الدستوريين قالوا لا ما هو اي نعم ما فيش نص على منع حبس الصحفيين لكن ما فيش نص على حبس الصحفيين وبالتالي تركت للقانون يعني ده على سبيل المثال انا بوضح حقائق أنا عايز فانا شايف ان المواد الخلافيه دي يجب الا نتوقف امامها كثيرا الشعب هو اللي يقول رايه المواد الخلافيه في لجنه دلوقتي الاصل وعلى فكره يعني انا لدي معلومات نائب رئيس لدي معلومات ان الرئيس عندما اجتمع برئيس حزب الوفد أي. وغيره من رموز المعارضه أي. وغيره من المفكرين زي فهم هويدي وحسن هيكل وغيره مع الحفظ الالقاب تحدث صراحه في هذه النقطه لان النقطه دي مهمه جدا اللي هو يجب النقاط المختلفه لانه رئيس مصر نعم. يجب الا ينحاز على طرف مع طرف ضد طرف طيب. فانا اتوقع انه هيصلوا أي. الى حلول ان شاء الله يعني خاصه بإذن بهذه الله. المواد نعم. في اطار اليات واضحه وتطبيق واضح لهذه الاتفاقات استاذ جمال نفس السؤال ال 15 ماده بكل صراحه شديده الطرفين مختلفين عليهم في ايه لا في اختلافات حوالين المواد دي مواد واضحه يعني مثلا عندك الماده 2 مفيش خلاف على موضوع الشريعه انا نفسي يا استاذ جمال بعد اذن سيادتك ما تدخلنيش في 1 2 3 4 لازم الناس تفهم الدستور بس انا عايز اعرف بشكل عام الاول ايه يعني بشكل عام ايه لا بشكل عام في مجموعه من المبادئ فيها انتهاك للحريات وما فيهاش ضمانات للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه للمواطنين وفي اغفال لحقوق المراه وفي مثلا في تضارب داخل المواد وفي مواد مفسره لمواد داخل مسوده الدستور هذا لا ينبغي ان يكون يعني الدستور يعني المواد الخاصه بالحقوق والحريات مثلا بتسمح بالاعتداء على الحقوق والحريات طالما انت عايز خطوط عامه بدون الاحاله الى مواد المواد الخاصه بالحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه لا تتضمن ضمانات لتقديم الخدمات الصحيه والتعليميه يعني فيما يتعلق بالحقوق ما فيش كلام محدد انه لا تمييز بسبب الجنس واللون وده كان موجود في دستور مصر السابقه دي حذفت هذه العبارات فاحنا عايزين دستور يعبر عن كل المصريين بمساواه بدون انتقاص بسبب ان ده دينه كذا او بسبب ان ده لونه كذا او ان ده نوبي او سيناوي او من القاهره من وجه بحري او من الصعيد وفي مجموعه نصوص بتمثل الغام يعني بتسمح بتحويل مصر من دولة مدنية لدولة دينية ففي مجموعة خطوط عريضة خلافية ولابد من الوصول إلى حلول بشأن هذه المواد يعني هل تعتقد أستاذ جمال بسبب ده
طول الوقت في المظاهرات المؤيدة بيقولوا إسلامية إسلامية. مين اللي بيقولوا؟ المظاهرات اللي مع القرارات مع مع الإعلان الدستوري مع عشان كده المناداة بنسمعها دايما إسلامية إسلامية. هذه المعركة لا علاقة لها بالشريعة. المادة الثانية بتنص على أن الإسلام دين الدولة، مفيش كلام أوضح من كده وكل الناس موافقة عليه. أنا لا أعتقد أيا كان هذا الشخص طيار بينتمي لأي طيار بيختلف على المادة الثانية، الإسلام دين الدولة، نعم، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. هذه المادة لا أعتقد أن في حد بيختلف عليها، تمام، خالص، لا ليبرالي ولا علماني ولا ماركسي ولا شيوعي ولا طيار إسلامي على الإطلاق. فبالتالي مصر كلها بترتضي هذه المادة، لكن في مواد أخرى مثلا زي المادة 219 بترجع تفسر المادة 2 وبتقول أنه مبادئ كلام بقى الخلافي، أن مبادئ الشريعة الإسلامية بتشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، والنص ده بيخالف العرف الدستوري. العرف الدستوري بيقول لك ما تحطش مادة تشرح مادة تانية. المادة 2 قالت أن الشريعة هي المصدر الرئيسي، خلاص على عيننا وعلى رأسنا، تمام. فإحنا مش مختلفين مع بعض. طيب أستاذ علاء، كل الأوساط السياسية وفي نفس الوقت على فكرة الشارع برضو المصري بيسأل سؤال، هو إحنا ليه للدرجة دي مستعجلين قوي كده؟ ليه للدرجة دي؟ ده سؤال مهم. إحنا لازم دلوقتي حالا نحل المشكلة دي. إحنا بلد بقالها 7000 سنة، يعني إحنا يعني بلد بتقعد بالسنوات والآلاف السنين، يعني للدرجة ليه للدرجة دي إحنا مستعجلين قوي كده؟ على الدستور واحد، طبعا على الاستفتاء على الدستور واحد. اتنين، بعض الاقاويل بتقول انه في الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه ليه الحق ان هو ممكن ياجل، وبعض الاقاويل الاخرى قانونيه بتقول لا مش لهوش الحق ان هو يقدر ان هو ياجل. احنا ما بناجلش مثلا سنتين، احنا بناجل شهر شهرين لغايه لما نحاول نوفق اكتر. عند حضرتك رد على هذا السؤال؟ هو انا بس عايز اوضح نقطه مهمه جدا بالنسبه للدستور. انه اولا الشغل في الدستور دي لست شهور، فما فيش حاجه بتستعجل. احنا نقعد 30 سنه، ست شهور، تمام. هي المشكله كلها مش في المده الزمنيه. البعض بيقعد يقول سلق، والبعض بيقول لا ده احنا عايزين وقت اكبر. لا، هي الموضوع مش كده خالص. الموضوع كان خاص بالتوافق حول بعض المواد او بالخلاف حول بعض المواد. ادينا في 6 شهور، وكل على فكره ال 100 عضو، ال 50 من هنا وال 50 من هنا حسب ما اتفقوا في تشكيل الجمعيه العموميه الثانيه، بحيث يبقى في توازن. بيشتغلوا ادينا في 6 شهور. عقد على فكره اكتر من 6000 جلسه. كويس. تم يعني لف المحافظات دي كلها، لف المحافظات دي كلها محافظه محافظه. عقدوا الاف اللقاءات مع الجماهير ومع النقابات، تمام، ومع غيرها. استضافوا دكتور زويل ودكتور مجدي يعقوب وغيره من العلماء. اكيد كان في مجهود. فده دليل على انه في سلق ولا حاجه. هي المشكله الكبيره في المواد الخلافيه. كويس. وزي ما قلت لحضرتك المواد الخلافيه دلوقتي في اليه لحلها. الحاجه الثانيه، لن تجد على الاطلاق اجماع حتى لو تم الاتفاق عليها. هتلاقي برضو في بعض الخبراء وبعض السياسيين بيعترضوا على صياغات مواد، وده من حق يعني من حقهم. لكن اللي مش من حقهم ان هم عايزين نوقف العجله عند مرحله معينه. احنا عايزين فعلا نتحول المعترضين الى اصل. في نقطه مهمه جدا متعلقه بحته ليه انا لازم أن اعمل دستور في المرحله دي. لانه لازم يكون في تحول ديمقراطي. انا لا يمكن افضل بالحال ده. انا لنفترض ان انا سيادة الرئيس عمل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، وقام وتم انتخاب الجمعية التأسيسية بشكل مباشر. لا، القوانين دلوقتي حضرتك ما بتقولش كده، بتقول ان احنا نتفاوض بس على ال 15 المادة دي بس. انا بتكلم على نقطة تانية، بتكلم على انه حتى لو خرجت بره الصندوق وبدأت تفكر انه نعمل جمعية تأسيسية تانية وحالمين بقى، وان هم مش هيتوافقوا. لا مش عايزين نضيع وقت اكتر من كده، لانه ده متعلق عليه اولا انتخابات مجلس الشعب. يعني انتخابات الشعب مهم جدا. لا يمكن الرئيس يظل كما هو يسيطر على السلطة التشريعية. ده في منتهى الخطورة عليه وعلينا وعلى البلد كلها. لأنه السلطة التشريعية طالما معاه من الممكن أن يخطئ في استخدامها، غير لما يكون في مجلس الشعب يراقب ويشرع وما لا آخره. النقطة المهمة أنه فعلا في آلية دلوقتي للتوافق، يعني في الباب مفتوح وهناك آلية للتوافق والحوار حول هذه المواد الخلافية، بحيث ان هي يتم اقرارها مع اول مجلس الشعب جاي يتم اقرارها. وحتى البعض بيتسال، هو ما هي دي المشكله بقى، ان يعني دلوقتي في طرفين مختلفين، نعم، على عمليه صياغه هذه المواد او على الدستور. من الذي يحكم؟
الشعب بقى يعني مش هنفضل طول الوقت تمام. الطيارين مختلفين تمام. وفي مساحات وفي جدل يعني الى ما لا نهايه. اذا احنا الاستعجال اللي حصل ده بسبب ان احنا لازم يا جماعه ننتقل لمرحله جديده. ما فيش استعجال، انا بقول ان هو جاء على الوقت المحدد نعم. اللي هو 6 شهور نعم. او حسب القانون نعم. واستلم دستور فطرحه للاستشاري. الشارع المصري اللي زي ما قلت حضرتك على السؤال الثاني ان هو بيقول هو 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 من سلطه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه ان هو ياجل شهر ولا مش من سلطته؟ هي طبعا هي فيها خلاف عشان يبقى واضحين يعني البعض القانونيين عشان نوضح بس للشعب، بعض القانونيين قالوا لا طالما تسلم الدستور طالما تسلمه هو الكلام ده قبل ما يتسلم الدستور نعم. فعلا هو كان مطلع في الاعلان الدستوري شهرين نعم. والناس رفضت الاعلان الدستوري فهو التزم بالقانون، عندما تسلم الدستور لابد ان يطرحه للاستفتاء في خلال 15 يوم حسب الاستفتاء ده قانون نعم. في ناس تقول لك لا ممكن يتم التأجيل نعم. بس انا يعني انا مع رأي الاول لانه كان ممكن يطعن نعم. ممكن يطعن على الدستور نعم. لو تم تأجيله اكتر من المده القانونيه المحدده حسب نعم. الاستفتاء اللي هو استاذ جمال نفس السؤال. بص الدخول نفس السؤال، الدخول في جدل قانوني ودستوري عقيم لا يضع في الاعتبار رغبات الناس اللي نزلت الشارع وعماله بتعترض سواء على مسودة الدستور أو على الإعلان الدستوري أو على الاستفتاء، ده بينذر بخطر شديد. أنا لا أعتقد أن هناك عجلة تدفع بالاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت المقبل، والكلام على أن المواد الخلافية والله يبقى يحلها ربنا يبقى نشوفها في مجلس الشعب الجاي، مفيش ضمانات للكلام ده. أولا مجلس الشعب الجاي لو افترضنا أنه الأغلبية بقت إسلامية مش هتغير، لأنه التصويت داخل مجلس الشعب أو زي ما سموه مجلس النواب في مسودة الدستور الجديد لازم تبقى بالأغلبية الأعضاء، فبالتالي لن يتم تمرير هذه التغييرات المنشودة في المواد اللي عليها خلاف. أنا ما أقصده أنه الشارع في مصر مضطرب ولابد أن احنا نعترف بده، مضطرب سياسيا، مصر متوقفة اقتصاديا، والمسألة محتاجة صانع قرار بيشوف قدامه أزمة بيقدموا له تقديرات موقف، وبناء على تقديرات الموقف بياخد قراره السليم لصالح الشعب، لأنه أقسم يمين الولاء أن يحافظ على دماء المصريين، وأقسم يمين الولاء على أن يحافظ على استقرار هذا البلد. والكل الكرة الوقت في ملعب رئيس الجمهورية مش في ملعب أي حد تاني، لأنه في إيده كل السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية وصادرة على السلطة القضائية بالحصانة اللي ادها لنفسه في الإعلان اللي لغاه وفي الإعلان الجديد. يعني ادى لنفسه حصانة ولا بيتمتع بها آلهة الإغريق. يعني بمعنى وهو في النهاية إنسان وبني آدم وتم انتخابه من الناس. يعني بعد 4 سنين ممكن يرجع يبقى مواطن عادي. فما أقصده أن لا قدسية لأحد في هذا الوطن تحت أي دعوة من الدعوة، كلنا مواطنين نتمتع بالمساواة. وبالتالي هو عنده تكليف بناء على اختيار المصريين 12-13 مليون اللي ادوهم أصواتهم بأنه يدير البلاد بأسس سليمة، وبحيث أنه يوفر عملية الانتقال الديمقراطي بشكل مستقر. الحجج اللي تتقال أنه يقول لك لا ده احنا لازم أصل القانون بيقول أو الدستور بيقول مجرد ما خد المسودة عليه أنه يدعو للاستفتاء 15 يوم، كل الكلام ده في إيده يغيره. ما هو احنا في أسبوع واحد طلع إعلانين دستوريين، يعني أنا قصدي تحت ظرف الضرورة القصوى هيطلع بحكم السلطة التشريعية التي يمتلكها القوانين أو يطلع إعلانات دستورية تغير هذا الواقع. نعم. ما أقصده إحنا في حالة اضطراب سياسي حاليا في مصر، وينبغي والعهدة بتقع على عاتق رئيس الجمهورية عليه أن يفك حالة الاختناق الحالية. كلام بقى اللي يتقال إنه لا ده الإعلام هو اللي عامل ده، ده مش عارف فلول، ده مش عارف، يعني قدامنا واقع سياسي وبعدين ما أنت تاخد تفويض دير بقى الموضوع. يعني إذا كان عندك أدلة اتهام لفلول ولا غير فلول قولها، يعني ما يطلعش رئيس الجمهورية علنا قدام الناس ويقول والله ده أنا شفت 4-5 في الحارة أو إنه مش عارف بيعملوا اجتماعات، لا يليق هذا. وإنما في أدلة اتهامات واضحة تتبلغ للنيابة العامة نعم. ويقدم هؤلاء الذين انتهكوا القانون إلى العدالة نعم. كمان العصف بالقضاء
كمان راح عليهم في المرحله الانتقاليه عصف بالقضاء ما انزل الله به من سلطان يعني، والاعتماد على مجلس الدوله بحكم انه خدوا امتيازات في مسوده الدستور الجديد ما كانش بيتم في في المراحل السابقه. ما اقصده انه على رئيس الجمهوريه انه يراعي حاله الاحتقان السياسي اللي موجوده في مصر وان يعبر بها بامان. احنا كلنا بنحترمه كرئيس جمهوريه منتخب، واحنا بنقول المسؤوليه بتقع على عاتقه، وخيرا فعل انه بدا يستشير خبراء ومستشارين من مطارات سياسيه مختلفه، لكن ارجو ان يغير الصوره النمطيه اللي موجوده عند المصريين انه رئيس جماعه الاخوان المسلمين وليس رئيس كل المصريين. استاذ علاء، تعليق حضرتك ايه من وجهه نظرك، حضرتك مدير تحرير جريده الحريه والعداله، رأيك إيه الشخصي في الاعتصامات والحصار الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، الحصار اللي بيحصل في أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، الحصار اللي حصل لمدة كام ساعة على مجمع التحرير، الحصار أو بلاش نقول الحصار أو الاعتصام اللي موجود قدام الاتحادية، هذا العدد من الاعتصامات وهذا العدد من الحصارات او الحصار، تعليق حضرتك ايه عليه؟ انا بس انا هبدا بالسؤال، لان انا اعلامي زيك، فانا هبدا السؤال نفسه في اهو، يعني هي دي بقى النقطه اللي بنقولها. لماذا نقول على اعتصام سلمي امام مدينه الانتاج الاعلامي حصار، ونقول على اعتصام سلمي امام الاتحاديه بانه ليس حصار؟ لان هي دي النقطة. أنا بس انا عايز بقى على فكره عايز اوضح، انا عايز اوضح، انا اكمل رايي ليه، انا على فكره ما علقش يا صالح حضرتك، انا بس انا بكمل ليه، بكمل لانه احنا انا هفترض ان انا ضيف حضرتك بس صغير ماشي حضرتك، انا بشوف لكن انا سالت بشوف قدام الاتحاديه بحوالي 3 خيم تقريبا. لا لا لا، ده حضرتك ده امبارح يعني شوف اللي حصل، يعني لا لا ده راح عد الابواب، عدوا الحواجز، لا انا بقول لحضرتك عدوا الحواجز الحجريه امبارح، عدوا الحواجز الحجريه على الجيش بانوا مش كده وبس، قبل كده اقتحموا كمان او وقفوا على السور على، انا ما بتكلمش على المظاهره، انا بتكلم على اللي بيبات. هم 3 خيم. لا 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 حضرتك، انا هناك عايز اقول لحضرتك حاجه بس، بيبنوا جامع حضرتك ان شاء الله هيصلوا الجمعه هناك. انا عايز اقول لحضرتك بس، احنا بس عايزين نوحد مفاهيم، احنا مع الاعتصام السلمي يبقى مع الاعتصام السلمي في كل تمام اي مكان، انا معاك ضد الاعتصام السلمي او ضد التظاهر حاليا، يبقى انا معاك تمام، يبقى نمنع التظاهرات يا جماعه، نرجع بقى نمارس سياسه وكفايه وقعد في الشارع كله. انا ما بتكلمش على زي المبادره اللي قالها الدكتور هشام قنديل لفك الاحتقان، الكل يرجع بقى يا جماعه ونبدا نتفاهم بالعقل، ان البلد بتحرق طول ما في طرفين موجودين في الشارع، الطرفين معرض ان هم يواجهوا بعض زي ما حصل في الاتحاديه في اي وقت، بعيد عن مين المخطئ ومين السبب ومين اللي ماتلوا ناس ومين اللي بيدعي انه ماتلوا ناس، بعيدا عن كل ده احنا عايزين نقول انه يجب ان تكون هناك رؤيه موحده. عندما اعترض على اعتصامات او تظاهرات اعترض على الكل، وخاصه ان معظم هذه الاعتصامات معرض ان تتحول الى عنف، واحنا شايفين اللي بيحصل في البلد دلوقتي، معرض انه في اي وقت الله يعني التحرير مثلا، التحرير على سبيل المثال اعتصام سلم تمام، لكن تم الاعتداء عليهم مثلا من بعض البلطجيه، وللاسف طبعا الداخليه ما تقدرش تتدخل يعني الا بشكل يعني محدود، لانه لو حوطوا الميدان المعتصمين هيعترضوا ويقول لك لا ده بيمنعوا الثوار او كده. وبالتالي انا وجهه نظري ان الفتره المقبله يجب ان تكون المفاهيم حتى الاعلاميه، احنا كاعلاميين مفاهيمنا واضحه ومحدده، ونتكلم بشكل فعلا ينزع فتيل الازمه تمام. انا وجهه نظري ان كل هذه الاعتصامات من كل الاطراف مرفوضه حاليا. الاعتصام السلمي يعني هذه الاجواء ليست في جو اعتصام سلمي على الاطلاق. اي اعتصام احنا كل بنحط ايدينا على قلبنا لما يحصل اي مظاهرات او مليات، وخاصه لما يكون في يوم واحد الطرفين موجودين فيهم في الشارع حتى لو في اماكن مختلفه تمام. الفتره المقبله تحتاج الى صوت العقل، لا تحتاج الى صوت العاطفه او صوت التهيج كما يحدث في بعض وسائل الاعلام تقوم بالتهيج للاسف. احنا محتاجين فعلا نهدي الامور، وانه الجميع ينسحب الى العمل السياسي وانا وجهه نظري ان زي ما في نص خطوه عملها الرئيس انه بدا يقدم تنازلات، وهي اساسا كده تنازلات من هنا وتنازلات من هناك، بدا يقدم بعض التنازلات، بدأ يستجيب، ألغى الإعلان الأول، المستشار طارق البشري الذي كان ضد الإعلان الأول أشاد بالإعلان الثاني وقال أنه إعلان جيد وفك الاحتقان. شفنا ناس كانوا غاية في يعني معارضين بشدة زي أيمن نور والسيد بدوي وعمر خالد وغيرهم، كانوا معترضين بشدة على الإعلان الأول، ذهبوا ووافقوا
على الإعلان الثاني بل صاغوه بأنفسهم في هذا الحوار. هذه نصف خطوة، وبدأ الرئيس يستجيب ويلتقي بطيارات مختلفة ومستشارين من جهات مختلفة، فدي نصف خطوة. النصف الثاني على المعارضة التي ألهبت الشارع في الفترة المقبلة والتي بلغت في التعبير عن رأيها. النص الثاني على المعارضة دي على البرادعي وعلى حمدي الصباحي وغيره أو غيره من جبهة الإنقاذ الوطني أن تستجيب لنصف خطوة أخرى، تقوم هي بنصف الخطوة الأخرى وتبدأ تتفاوض مع الرئيس بحيث توصل بقى لحل يعني نهائي لهذه الأزمة السياسية. أستاذ جمال، هل تعتقد اللي بيقوله الأستاذ علاء ده ممكن يكون هيحصل النهاردة في التجمع الخامس؟ لا، أنا أشك، لأنه الكلام والتأكيد اللي خارج من الرئاسة أن ده لقاء اجتماعي وأنه مش لقاء سياسي وأنه مش ما فيش حوار ما بين الأطراف المختلفة، يعني هو مجرد لم الشمل بهدف لعل وعسى أنه لما القلوب تتصافى، لا لما يعني ما يجتمعوا بعد كده بقى في جلسات حوار جادة أنه يتم تقديم تنازلات من الأطراف مختلفة بهدف الوصول إلى حل. لكن أنا بأحذر من أن الوقت يداهمنا، الوقت يداهمنا، وبمعنى إن لم نصل إلى حل يوم السبت سواء بتأجيل الاستفتاء أو بالتوصل إلى حلول حوالين المواد الخلافية إن الاضطراب هيستمر في مصر. الموضوع لا يتوقف عن النوايا على الإطلاق، وإنما يتوقف على الإرادة السياسية. تمام. بمعنى ما يبقى في إرادة سياسية هنقدر نوصل لحلول. أنا ما فيش إرادة سياسية انسى بقى. أنا ناقص لي دقيقة، أنا طبعا نفسي أقعد معاكم وهقعد معاكم بره بعد الفقرة، إنما يعني ناقص لي دقيقة على الهواء دلوقتي. يعني ما تتمناه حضرتك لهذا اللقاء وما تتمناه لهذا اللقاء؟ أنا بتمنى إنه الناس بتروح على أرضية القوات المسلحة اللي احنا كلنا بنحترمها وبنجلها، لأن عندها وظيفة أساسية هي الدفاع عن هذا الوطن وحماية هذا الوطن، واللي استشعرت أن الموقف بالغ الخطورة فوزير الدفاع قدم هذه المبادرة، فإنه إن هذا اللقاء وهذه الأرضية تدعو كل الخصوم السياسيين أنهم يوصلوا لكمبرومايز، يعني يوصلوا لصيغة توافقية بهدف أن احنا نحل هذا الموقف المتأزم. أستاذ علاء، أن اللقاء ما يكونش لقاء شاي وقهوة، أن اللقاء فعلا يكون لقاء حقيقي للتواصل والالتحام الوطني، أنه الجميع يعلم أنه يعني يجب أن يكون على قدر المسؤولية، أنه اللقاء ده ينتهي لتنازلات من الطرفين، حتى لو ما كانش في حوار رسمي، مش لازم يكون في حوار رسمي بينه وبين بعض. ما أنا متعجب، يعني حتى التيارات السياسية قواعد التيار الإسلامي وقواعد التيار الليبرالي واليساري هتلاقي ده متجوز من ده وده صديق ده وده، يعني الدنيا غير للأسف فوق القيادات عليها دور في بأن هي تزيل هذا الاحتقان أن يترتب على هذا اللقاء. وعلى فكرة اللقاء ده يعني أنا أشيد بيه جدا ومطلوب لقاءات، احنا مشكلتنا احنا ما بنتحاورش مع بعض، احنا طول الوقت بنتخانق مع بعض على وسائل الإعلام وفي الشوارع، احنا مطلوب ان احنا نشوف بعض ونتحاور مع بعض. أنا أتوقع أن نتيجة اللقاء هتكون نتيجة إيجابية وهتصب في صالح التيار الذي يأخذ الوطن من أجل الحوار والتوافق والابتعاد عن حرب الشوارع لا قدر الله. أستاذ علاء البحار، مدير تحرير جريدة الحرية والعدالة، والكاتب الصحفي أستاذ جمال زايدة، مدير تحرير الأهرام، شرفتونا يا فندم. شكرا، وشكرا جزيلا لحضراتكم. خير عليك وعلى المشاهدين، وكل التوفيق لحضراتكم انتوا الاثنين بإذن الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله لهذا الاجتماع. تقريبا 90 مليون مصري، إذا كان مسلم أو قبطي، كلهم بيدعوا وبيقولوا في الآخر آمين إنهم يوصلوا للحل. فاصل وراجعين.